والله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ ونقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إن شاء الله جاي لكم محلات عم عبده إن شاء الله لعلب السيسي. معنا محمد ما شاء الله تبارك الله، يقول لنا العلب، الناس اللي كانت عاوزة علب بتسأل على علب السيسي دي، ما شاء الله أهي موجودة في كميات عنده. موجود عندك شحن؟ اه موجود. موجود شحن جميع المحافظات ان شاء الله باذن الله. هي الناس اللي كانت بتسال على الاكياس والحاجه دي بكام يا محمد؟ دي ال 100 عامله 30، ال 100 بتاعتها عامله 30. دي كده 100 ولا دي 50؟ لا دي 100. دي كده 100. اللي هي من العدد دي كانت عامله 33 ونزل شويه. دي نزل شويه اهو، الاسعار بدات تنزل والقناه برضك هتبقى حلوه قوي. 30 جنيه عرض حلو جدا للقناه، حلوه قوي. الجمله يعني ممكن تبقى اقل من كده شويه يعني. اللي هياخد كرتونه تحسب له الجمله الكرتونه اقل من كده؟ تبقى 28 في الكرتونه. في الكرتونه 28 للكرتونه. قناه برضك حلوه قوي ما شاء الله في محلات عم عبده هنا ما شاء الله. هنسيب لكم رقم التليفون على التواصل باذن الله. دي علبه دي بتاعتها حط بيها الحاجه بكام؟ دي ال 100 عامله 200. ال 100 عامله 200 يعني واحده الواحده واقفه ب 2 جنيه؟ بتشيل 24 واحده. بتشيل 24 واحده، ممكن تديها فكره اللبان حلوه قوي برضك ما شاء الله تبارك الله. الشيك ابو دي واقفه كده الواحده ب 2 جنيه. الدبل فيس عندك؟ العامله عامل 65 في 30 بكر على الواحده ب 2 جنيه. الواحدة ب 2 جنيه حلوة قوي ما شاء الله، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله. معانا الأكياس تاني يا محمد، محل ما شاء الله تبارك الله جميع الأكياس بأحجامها كلها موجودة، صح؟ الكيلو بيبدأ معانا من كام يا محمد؟ الكيلو الصغير عامل 140 والكبير عامل 135. الكيلو الصغير من 140 واللي هو الكبير من 145. ده نزل، ده نزل الاكياس نزل كتير قوي بقى، بدل 180 160 كيلو نزل ما شاء الله حلو قوي اهو ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله اسعار كتيره اهي. الحجم ده كده اهو الصغير ما شاء الله، الاكياس اهي كل ده موجود شحن لجميع المحافظات. محمد بتجيب كام؟ ده عامل 140. 100 كيلو 140 ما شاء الله، بيرمي معانا اكتر من 1000 وحاجه، صح يا محمد؟ 1300 1400 كيس ما شاء الله. طبعا للشيكابون اسعار ما شاء الله تبارك الله. معانا الاكياس الكبيره اهي، تدي البخت الصيني بتاع البخت الصيني ده يا محمد، صح؟ بكام ده؟ ده ب 130 بس الكبير خالص. كيلو 130 حلو قوي الكبير خالص. والاكياس الثلاجه والاكياس اهي ما شاء الله تبارك الله. اكياس الثلاجه دي بكام يا محمد؟ محمد اكياس دي بكام؟ ده اكياس دي كيلو عامل 90. كيلو عامل 90 حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. الشفاطات اهي المحلات العصير موجوده، المعالق البلاستيك كلها ما شاء الله، الدبل فيس باللزق، الورق الحراري، الخله دي حلوه الخله دي ما شاء الله. بكام الخله دي؟ ل 1025. الناس طبعا اللي بتسال عليها الخربشه موجوده اهي ما شاء الله تبارك الله. محل فيه جميع كل الحاجه، كل حاجه ما شاء الله موجوده، اكياس كبيره اكياس صغيره سلفات. دي معالق دي يا محمد؟ معالق. بكام؟ ال 100 عامله 25. ال 100 عامله 25 حلوه قوي، منها الوان ومنها شفاف ما شاء الله تبارك الله، حلوه جدا 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 ما شاء الله. محمد ده اللي واقف اهو في المحل على طول ما شاء الله تبارك الله. ده محل عم عبده، احنا كنا صورنا من فتره فيه والناس بتسرع على الاكياس، احنا هو جبنا محمد واقف هنا على طول ما شاء الله تبارك الله. مش اغسالات محترمه جدا برضك محمد، هيقول لكم على كل الاسعار، واللي هينزل تبع القناه اعمل معاه يا محمد ماشي. اللي هينزل تبع القناه شرفوه، بس ينزل تبع القناه كده اقول لهم قول له بس تبع القناه برضو. ايه برضو. هنصور ما شاء الله كل حاجه. والاكياس الاسود السودا دي ما شاء الله كيلو دي درجه اولى. بكام دي يا محمد؟ كيلو ده ب 45 بس. ب 45 حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. ده كارت المحل اهو ما شاء الله تبارك الله، جنب يعني قبل قهوه الريس في وش المسجد على طول ما شاء الله، صح يا محمد؟ في وش المسجد على طول اهو، جنب شركه العوام وجنب منياوي ما شاء الله وام مروان اهي. الكارت اهو ما شاء الله تبارك الله. معانا ايه يا محمد؟ معانا الاطباق دي يا محمد؟ الثوم دي بكام دي؟ ماشي. الثوم ال 100 عامله 32. ال 100 عامله 32 والربع ال 100 عامله الربع عامله 40 ما شاء الله تبارك الله. النص عامله 50. النص عامل 50 حلو قوي ما شاء الله. معانا الكوبايات ما شاء الله، دي الكوبايات الكبيره بكام؟ دي عامله 40 فيها 40 فيها 50 حلو قوي ما شاء الله. بتاعت الشاي 25 فيها 50. 25 فيها 50 حلو قوي ما شاء الله اهي. القهوه ب 20 فيها 50 حلو قوي. الشفافه دي يا محمد ال 100 ب 25 ما شاء الله تبارك الله اهي اهي. حاجات بتاعت الفشار دي عامله 50 فيها 50. 50 عامله 50 حلو قوي.
ما شاء الله تبارك الله، حلو قوي ما شاء الله. الاطباق بتاعت عيد الميلاد دي يا محمد ب 10 جنيه الطبق ده، الدسته ب 10 جنيه حلو قوي. الشفاط ده عامل 17 جنيه ما شاء الله تبارك. دي واجهه المحل اهي ما شاء الله بتاعت عم عبده ما شاء الله اهي تبارك الله اهي.